مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان، ميدان الهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة بانطلاقة رابع الأشواط المخصصة لفئة الجعدان الحقايق. مسافتنا هي 3 كيلومترات. تبدأ مع المركز الأول ليتعرف على ناصي سالم بن محمد بالضبيعة لكتبي مقدما انطلاقة وتحديات ناصي. المركز الثاني هناك الواصل والمنطلق بهذا التحدي المميز والانطلاق الرائع من الجانب الآخر. يأتي أصحاب صالح بن محمد بالعضيلي العامري يقدم انطلاقة أصحاب المركز الثالث. يأتي سياف سلطان بن خيرة يبوني الظاهري يقدم انطلاقة سياف. المركز الرابع يأتي مرصاد سالم محمد بن سالم بن محمد بالضبيعة يقدم انطلاقة مرصاد. المركز الرابع يأتي أيضا القادم على المركز الرابع بانطلاق ممتاز وبتحديات جميلة أطلس أحمد بن علي بن سعيد الرايحي العليلي وأيضا ثاير سلطان بالحيدي بن مصبح لكتبي يقدم ثاير. المركز السادس يأتي هملول سيب بن عبد الله بن مطر الخاصوني لكتبي يقدم هملول وأيضا سعيد بن مايد لكتبي يقدم على ما اعتقد القادم بالانطلاق. طلوع بالتحدي وبالانطلاق المميز هو القادم والمنطلق بالفعل بهذه اللحظات مقدما وضاح سعيد بن مايد بن سالم لكتبي وايضا الوصول القادم والمنطلق بالتحدي وبالانطلاق المميز هو ايضا ساهر. ياتي مبارك بن قروش لعويس يقدم انطلاقة ساهر بهذا الانطلاق. ولكن وين الانطلاق؟ وين التحدي؟ وين يا بالحيدي يا بالحيدي؟ هناك مع المركز الاول يقدم وهنا نعم مع ثاير سلطان بالحيدي بن مصبح لكتبياتي مع المركز الاول بالانطلاق المميز. والكيل الاخير يا من تسمع الندى يا من تسمع الندى بالامتار الاخيره غاتم الوضيحي سعيد بن مايد لكتبي يقدم وضاح على المركز الثاني. والاسامي قادمه والتحديات حاضره ولكن وين يا راعي ثاير يا راعي ثاير؟ روح الى الفوز روح الى الفوز روح الى الانطلاق. خذ الكرام وروح الى انطلاقة المركز الاول سلطان بالحيدي بن مصبح لكتبي. ولكن ارصد لي ارصد لي شاهين علي بن لاحج الحلومي يلا ايضا احصاء الحصاد عمر بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر. ولكن الحلامي شاهين علي بن لاحج الحلامي. لكن المركز الثاني القاتم الحصاد 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 بالامتار الاخيرة. ولكن سلامي لهذا الشعار سلامي لراعي خيرة سلامي لراعي خيرة علي بن لاحج الحلامي يؤكد الحضور يؤكد الحضور مع انطلاقتي وتحديات شاهين. سلام للانتاج الفاخر سلامي ايضا لعلي بن لاحج الحلامي على الفوز وعلى انتزاع شاهين المركز الاول. المركز الثاني ياتي الحصاد عمر بن خليفه بن محمد بن شاهين المره. المركز الثالث البشاوي على ما اعتقد. مشاهدينا متابعين الكرام تهانينا وناموس التوقيت 4:33 تهانينا وناموس لعلي بن لاحج الحلامي على الفوز وعلى انتزاع شاهين المركز الاول.